يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، بعض المطاعم تقوم بهذه الطريقة وهي ما يسمى بالبوفيه المفتوح، بحيث إنك تدفع مبلغاً محدداً ثم تأكل ما تريد، سواء كان الأكل بأكثر من قيمة هذا المبلغ أو أقل، فما حكم هذه الطريقة؟ هذا لا يجوز، هذا غرر، هذا فيه غرر وجهالة، فيه غرر وجهالة. لابد يبين مقدار ما ستأكله يومياً، لازم يبين المقدار ولا تزد عليه. أما شيء مجهول تأكل ما تريد، هذا جهالة وغرر ونوع من القمار والمخاطرة. نعم.